برعاية الشيخ خميس الخنجر، كرم حزب السيادة ابن ديالى الحاصل على الميدالية الذهبية للعبة الساحة والميدال لذوي الاحتياجات الخاصة لشرق آسيا، مبادرة تأتي بعد الإهمال الذي حصل عليه اللاعب من قبل الحكومة والجهات المختصة ليضع الخنجر بصمة رعاية المواهب العراقية كافة. برعاية الشيخ خميس الخنجر اليوم جئنا كرمنا البطل إدريس الزيدي الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة شرق آسيا، ونحن في حزب السيادة بناء على توجيهات الشيخ خميس مستمرين بدعم المواهب والطاقات الشبابية والرياضية. نشكر الشيخ خميس الخنجر على هذه الالتفاتة حول الشباب والرياضة، ومن خلال قناتكم الموقرة نبارك إلى ابن العم إدريس الزيدي بهذه المناسبة وهذا الإنجاز العظيم. شارك اللاعب إدريس بعدة بطولات عالمية وعربية وحصل على مراكز متقدمة على مستوى المشاركات، إلا أنه كبقية الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني التهميش الحكومي وعدم توفير أي مستلزمات أو مقومات تساعده على الاستمرار بحصد الجوائز العالمية. شاركت في بطولة آسيا، أحصلت على مركز الثاني، وشاركت في بطولة العراق، أحصلت على بطل العراق، وشاركت في بطولة الأردن، أحصلت عليها مركز أول وثاني، وشاركت في تونس، أحصلت عليها مركز أول وثاني، وإن شاء الله مستعدة إلى بطولة العالم في اليابان. أتمنى من السياسيين والدولة تلتفت على هذه الشريحة لأن مهملة. هذا وثمن الحاضرون جهود حزب السيادة لتواصله المستمر مع جميع فئات المجتمع، مشيرين إلى أن هذا هو المبدأ الذي أسس عليه الحزب ليكون بيتا للجميع وراعيا للمواهب الشابة وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.